إذا أرادت إسرائيل الانتصار في الحرب فإنها تحتاج إلى إيمان الجمهور بهذا. هذا ما يقوله رئيس الشعبة السياسية الأمنية في وزارة الأمن سابقاً ورئيس مديرية الاستخبارات في الموساد سابقاً، وما قاله يختصر المأزق الداخلي للكيان بامتياز. مؤشرات عديدة تشي بذلك، والإعلام الإسرائيلي يقول الكثير عن ثقة الجمهور المتراجعة. خلافات، انقسامات، وبون شاسع بين القيادات والجمهور، التظاهرات في تل أبيب في وتيرة شبه يومية، وربما هو الإخفاق الكبير للحكومة والسلطة في كل مشهد الطوفان. على جبهة الشمال ها هو مشهد الاحتجاج يستعد ليطل برأسه. يديعوت أحرنوت تقول إن أكثر من 80,000 مستوطن حتى الآن ممن جرى إجلاؤهم من منازلهم من دون أفق للعودة سئموا من تجاهل الحكومة لأوضاعهم في هذه الحرب. وتضيف حالياً يتحد السكان للبدء بالنضال من أجل المطالبة بإبعاد حزب الله من السياج وليس بتسوية سياسية. وفي سياق متصل يأتي ما ذكرته قناة كان عن أن أقل من 40% من الجمهور اليهودي واثق من أن إسرائيل ستنتصر في الحرب. الخوف من القتل هو ما يتحدث عنه سكان الشمال في الإعلام الإسرائيلي، ويعيبون دولتهم لعجزها عن إدارة الحرب في الميدان والسياسة. فأي أمان يمكن أن يشعر به هؤلاء عندما يستمعون إلى قائد المنطقة الداخلية يقول: لم ننجح بالمهمة في الشمال بعد، وهناك حاجة لدى مجموعات التأهب ورؤساء المجالس إلى عودة الحياة إلى روتين ما قبل 7 أكتوبر. وأي نصر قد يؤمنون به عندما يعلمون أن حزب الله يزيد من استخدام الطائرات المسيرة ويصرحون بأنهم يعيشون أيام حرب كاملة؟ وأكثر من ذلك، وفي تطور سوريالي أيضاً في نبض الجمهور الإسرائيلي، موقع ولا يتحدث عن عزم سلطات الشمال على الإعلان في يوم الاستقلال على إقامة دولة الجليل والانفصال عن إسرائيل. كل ما سلف يعيد إلى الواجهة لازمة نتنياهو بأنه لن يرضى إلا بالنصر المطلق، وتليها مباشرة ما رد عليه جمهوره عبر إعلامه نفسه بأنه لا نصر ولا مطلق. غراسيا بيتار، الميادين.